فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي نحكيو على السيابين. نواصلوا متابعتنا الموضوع سحب الثقه من رئيس النادي عبد السلام السعيداني من قبل مجموعه من احباء السيابين. تطورت الموضوع مع مراسلنا في بنزرت رمزي من غربيه. رمزي هلا بيك. مرحبا بيك سلام ومرحبا بالساده المستمعين اللي يسمعوا فينا على راديو اكسبريس. مرحبا بيك. ايش شو جديد رمزي؟ جديد هو انه اليوم هو اخر اجل معناه للتوقيع على العريضه، واليوم معناه الناس اللي لايه بالعريضه هذه كانت اصدرت بلاغ قالت انه اليوم كل الاوراق اللي قاعده تدور في مختلف معناه مناطق مدينه بنزرت وما جاور المدينه، العرائض هذه اللي تم معناه تصحيحها من قبل الجمهور اليوم معناه باش تتلم، وغدوه معناه باش تتعطى للسلطات المعنيه. شكون هي السلطات المعنيه؟ تنجم تكون الولايات، تنجم تكون وزاره الشباب والرياضه، تنجم تكون الجامعه التونسيه لكره القدم. اليوم العريضه دارت اكثر من ثلاثه جمعات، دارت في مختلف المقاهي، دارت في مختلف الاحياء، والعريضه هذه معناه تصحيحها هي عباره على سحب الثقه من الرئيس عبد السلام السعيداني. كما يرى الجمهور ان الوضعيه اليوم وضعيه حرجه متنية نادي البنزرتي، وكان حاضر معك حتى معناه صاحب فكره العريضه محمد سفير، وكان حكى لك اسلام تذكر معناه في فير بلاي على العريضه هذيا، وخاصه على الوضعيه الحرجه اللي يوصل لها اليوم النادي الرياضي البنزرتي. كما قلت الجديد هو اليوم اخر نهار تصحح على العريضه، وغدوه سيقع تقديمها الى السلطات المعنيه. شنو قراءتك رمزي؟ تنجم تعمل حاجه على العريضه هذه؟ نجم نشوفوا حل الهيئه المديره والا صعيب شوي؟ هو اللي باش يكونوا واضحين اليوم معناها اسبوع الحسم في النادي البنزرتي. خلينا نحكيو كرويا لانه يعني النادي البنزرتي نعرفوا مازالوا مباريات هامه، مازالوا مباراه مؤجله باش تلعبنا لحد هذايا ضد النادي الرياضي الصفاقسي، مازالت مباراه في القروين وزوج مباريات في بنزرت. معناها اسبوع حاسم للنادي البنزرتي كرويا من اجل معناها ضمان البقاء في الرابطه المحترفه الاولى. معناها هما جاوا زوج مواضيع فرد وقت، وزوج يراو في الشارع الرياضي في بنزرت انهم عندهم اهميه. بالنسبه لعبد الاسلام السعيداني معناها هو رئيس منتخب والمده النيابيه نتاعو مازالت. اليوم الاحباء يطالبوا بالرئيس بالتخلي. عبد السلام كان عبر بلاغ على الصفحه الرسميه قال اليوم اذا كان اي انسان قادر على تحمل المصاريف يكون موجود على راس النادي البنزرتي. اليوم اسمعني باش نكونوا واضحين ان الوضعيه نتاع الهيئه الحاليه وضعيه معناها فيها برشا معناها غموض، وفيها برشا فتور وتوتر بين الجماهير وكذلك الهيئه الحاليه. اليوم العريضه هذه احنا شفنا معنا الناس اللي صحت، وشفنا معنا العباد كيفاش كانت متحمسه للعريضه، لكن السؤال هذا هو المطروح اللي طرحته انت، هو نفس السؤال المطروح في بنزرت، اسك باش تلقى معناها قبول من السلطات المعنيه؟ باش تصير رياكسيون معناها من كبارات النادي؟ اسك باش عبد السلام السعيداني معناها بالعريضه هذه نجم يمشي ويمشيش؟ في المقابل انه عبد السلام السعيداني كان هبط كما قلنا بلاغ وقال اذا كان انتم مستعدين تحبوا تنحيوني تفضل جيبوا الشخص القادر على تسيير نادي بنزرتي، يخلص الملاعبيه، يخلص معناها الظروف الصعيبه اللي يعيش فيها الفريق، ومرحبا وانا مستعد للتخلي. لكن الشق الاخر في بنزرت يرى اليوم انه العريضه هذه مش في وقتها، العريضه هذه اليوم جات في كما قلت في فتره جستمون. رمزي هذا سؤالي التالي كان الوقت، اختيار التايمينغ سواء باش تكون ايجابيه العريضه ولا سلبيه نتيجتها، ما تشوفش اللي مش وقته السيابي اليوم لازم الناس الكل تكون حول الفريق حول الكيب رولر نتاع كره القدم؟ أو باش نعطيك أنا معناه اليوم حتى في معناه التدوينة اللي هبطها صاحب الفكرة نتاع العريضة، علاش اليوم وقفوها العريضة إسلام واليوم آخر أجل؟ لأنه المجموعة هذه بصراحة من أحباء نادي البنزرتي في الفترة الأخيرة قامت بعمل معناه ممتاز وممتاز جدا. معناه كل أسبوع قبل المباراة تقعد في القهوة تلم الفلوس، ولمت حتى برا بريمات، معناه بريم الملعب التونسي، بريم اتحاد تطاوين، كانت تلم حتى بريم ماتش الأخراني نتاع الرجيش وما ربحش النادي البنزرتي. اليوم علاش وقفت اليوم بالذات اليوم الاثنين معناه ست أيام قبل مباراة نادي الصفاقسي باش ما يتمش الخلط بين العريضه وبين معناه الوقفه مع الجمعيه؟ لانه اليوم تقف العريضه وغدوه حسب البلاغ اللي هبطته معناه المجموعه من الاحباء هذه انه غدوه في القهاوي تبدا تتلم الفلوس نتاع ماتش السياسيس، لانه اليوم النادي البنزرتي بصراحه مطالب بالانتصار في صفاقس باش يخلي حظوظه وافره. اليوم الفلوس باش تبدا تتلم ابارتي من غدوه، على هذاك ينجم يكون الاختيار نتاع التوقيت نتاع توقيف العريضه جاء في وقته تحضيرا لمباراه النادي الصفاقسي اللي بصراحه لدى جميع النادي البنزرتي تعتبر اهم من العريضه. ونعطيك انا من اليوم معناها من نهار 8 ماي مباراه النادي الصفاقسي حتى لنهار 9 ماي مباراه الترجي في اسبوع، سبع ايام باش يكونوا هما سبع ايام الحسم في تاريخ معناها النادي البنزرتي، لانه النادي البنزرتي اليوم وضعيته صعيبه صحيح على مستوى الهيئه المديره، كيف صعيبه على مستوى النتائج.
هذه هي معناها الامور في بنزرت. الفريق قاعد يترنى برصق عادي في ملعب حمادي البجاوي في جرزونه. امال كبيره من نادي البنزرتي على الملاعبيه وباش يكونوا حتى متواجدين لحبايب في التمارين الاسبوع هذايا لتحقيق نتائج ايجابيه لضمان البقاء. بعد ضمان البقاء حسب ما اكدوا لي الناس القراب من العريضه اللي عملوا العريضه هذه، بعد ضمان البقاء او لا قدر الله نادي البنزرتي معناها يكون مصيره رابطه ثانيه، وقتها فما حديث اخر، وقتها باش تعاود تتحرك الناس هذه اللي تحركت ضد الرئيس وتحركت ضد معناها للعريضه هذه باش يلقاو حل اما ببقاء الهيئه او برحيله. واحنا معناها انا قاعدين نتبعوا في بنزرت، ولو انه الاولويه هو ضمان نادي البنزرتي للبقاء وبعد لكل حدث حديث. بالنسبه للقضيه العدليه فما جديد رمزي؟ القضيه العدليه فاش؟ اللي وقع من الناس هذوما اللي اعتذر لي عملوا ملف بعثوه للقضاء حول بعض التجاوزات في الهيئه. هو باش يكون واضح، هو اليوم فما مشكل كبير في النادي البنزرتي مش من توا معناها منذ سنوات، هو مشكله الامور الماليه. اليوم فما الناس الكل في بنزرت طالب بالتقرير المالي، حتى فما بعض الصفحات هاشتاج وين التقرير المالي، لانه بصراحه اليوم ما فماش تقرير مالي واضح للنادي الرياضي البنزرتي. انا وقت كان من 2011 من قبل عبد السلام من 2011 معناها من الهيئه السابقه في الباساسيون ما بين مادي بن غربيه وعبد السلام السعيداني كيف كان هناك فتور في التقرير المالي، ولا هي الحاليه اش خلى اليوم انه معظم معناها الشركات الكبرى اللي تحب تعاون نادي البنزرتي بتدخل من السلطات الجهويه يقول لك انا ما نعاون انما تجيب لي التقرير المالي. وانا كنت حاضر وقت الاجتماع وقت كان يشد فيه بسام الزواوي رئيس في مقر ولايه بنزرت، معناها طالبوا الوالي بنزرت طالب معناها من الهيئه المديره بتحضير التقرير المالي. الهيئه وقتها في شخص هشام العلوش امين المال قال جمعتين يكون حاضر التقرير هذا ما حضرش، خلى اليوم حتى السبونسور معناها مثل المؤسسات العموميه ما تعطيش الفلوس جراء عدم حضور التقرير المالي. معناها لحظه كبيره باش نكونوا واضحين بصراحه، اليوم صحيح وضعيه ماليه صعيبه، وضعيه تسييريه صعيبه، ووضعيه فنيه صعيبه، هما ثلاثه وضعيات صعاب. انا معناها نتصور لان واغلب الناس في بنزرت اعطينا الوضعيه الفنيه هي اللي تتعدى، وتو بعد كل شيء يجي سواء القضايا سواء التقرير المالي سواء الوديت، لانه بصراحه جمعيه فوق ال 90 سنه معناها تعيش في ظروف صعيبه ياسر. على ذلك الناس الكل باش تلتف جماعيه حول الفريق من اجل انقاذ الفريق فنيا، وبعد يحكيوا على الامور الماديه والامور القضائيه. رمزي بن غربيه مراسلنا في بنزرت، يعطيك الصحه على كل هذه التفاصيل اللي تتابعها بخصوص جديد في السي بي. فاصل ثم مكملين في بلاي في اخر نص